ترخي للزاويه حتتختار انت. خرجت موزايك وحتتختار، وقلت نتخاطروا لو كان الرئيس ما يرجعش وما ما يرجعش قراراته، ولا ما يتراجعش، والا ما يعدلش موقفه. بناء على شنو؟ بناء على انه هذه القرارات لا يمكن معناها انها تكون مستدامه وتوصل الى بر الامان، لانه الوضع المالي للدوله التونسيه والوضع الخارجي للدوله التونسيه صعب بمكان. صعب بمكان، وانه عندما تكون سلطه غير شرعيه من الناحيه القانونيه والدستوريه هنالك على المستوى الدولي صعوبات كبيره. سلطه غير شرعيه تقصد حكومه؟ يعني يعني هذا الوضع، هذا الوضع باش يخليه يتراجع. الوضع الاقتصادي للشعب التونسي صعب وصعب جدا، وكان الاخبار اللي قاعده تجينا وانه فما معناها نيه نتاع اصدار عمله ولا طبع العمله، راهو هذا باش يؤدي الى تضخم والى انهيار في الدينار التونسي، وهذه تبعاته في الترقيم السيادي وفي المستوى المالي للدوله التونسيه، وهذا راهو صعب جدا. المسائل الصعيبه هذه الكل ما نجمو نخرجوا منها الا بما يسمى كلمه كبيره، هي الوحده الوطنيه. والوحده الوطنيه تبنى باش بالتشارك وليس بالمغالبه. احنا وقت عند اخذ قراره في 25 جويليا اعتبرنا انها رجه ايجابيه، وانه تنجم تكون منعرج لتصحيح المسار في تونس، وانه المجلس النيابي بتركيبته الحاليه هو جزء من المشكل ولا يمكن ان يكون جزء من الحل. هذا كل واضح على ذكر للوقفه والمشاور اليوم، لكن ثم عديد الاشكالات لازم يحلها. الاشكالات العمليه، باش نعطيك مثال كنا نحكيو فيه من قبل، المجالس الجهويه، نواب الجهات اعضاء في المجالس الجهويه، نواب الجهات يشرفوا على اللجان الجهويه اللي توزع الميزانيه الجهويه. يعني اليوم وكان النواب هذوما يمشيوا يخدموا ولا يخدموش، هو نظريا ينجموا يمشيوا يخدموا، لانه هو صلوحيات المجلس كمجلس تم تعليقها، لكن صلوحيات كنائب ما تعلقتش، لكن سيفته كنائب وصلوحياته كنائب ما تعلقتش. لكن الوضعيه اللي نعيشوا فيها هو انه الوالي مش يعيط لهم ويقول لهم راهو مجلس الجهوي ويجاو اشرفوا واللجان لازم تخدم وتحضر الميزانيه نتاع عام الجاي. يعني ثم تعطل في الدوله، ثم تعطل في الدوله اللي يلزم رئيس الجمهوريه يكون واعي به، يكون واعي به، وانه قرارات 22 سبتمبر راهي قرارات زادت عقدة الوضع ما حلتوش. الناس في بالهم حلت الوضع، لا، زادت عقدة الوضع. رئيس الجمهورية ما حبش يحل المجلس النواب، علاش؟ لأنه ما عندوش فكرة وقتاش باش يعمل انتخابات وفين باش يعمل انتخابات، خاطر كان يحل مجلس النواب مباشرة يلزمو يعين موعد تاع انتخابات مباشرة، وهذا يربط روحه في أجندة، ما حبش يربط روحه في أجندة، وهي عملية ذكية جدا. هكا ما هكا وهكا هكا على المستوى الدولي مازال ثم راهو المجلس راهو نجموا نرجعوه، وكيف كيف مازال فما شويه دستور وشويه كذا. الوضع راهو الوضع ما يستقيمش، ما نجموش نقولوا اللي اليوم راهو المسائل الديمقراطيه والحريات راهي الصحافه. انت شفتوا النهارين هذوما ثلاثه صحفيين، الهجمه اللي وقعت على الصحافه، معناها الاستفراد بالسلطه يؤدي مباشره الى ديراباج كي يقولوا الفرنسيس. يعني هذا كذلك السلطه القضائيه، رئيس الجمهورية لم يعين، لم يمضي على الأمر تعيين سي الكشو اللي هو تم انتخابه مهكا سي مبروك، رئيس مجلس أعلى القضاء، الحركة القضائية ما تمش إصدارها. يعني ثم نية للاستفراد بالسلطة ولتعيين من نريد، وهذا لا يمكن أن يتواصل ولا يمكن أن نقبل به. احنا مدين يدينا من أجل تصحيح المسار، لأنه ما قبل 25 جويلية كان فاسد، لأنه الحكم اللي كان موجود أنا ذاك قيادة حركة النهضة وقلب تونس أدى إلى الخراب. احنا طلبنا باستقالة حكومة مشيشي من أفريل، لكن لا تكون الأمور بالشكل هذا، لأننا نمشي في الحيط. تو كي يخرج واحد من أعضاء الحملة نتاعو اللي معروفين سي قيس القروي يقول راهو 2024 مش نقعدوا 2024، هذه ما يستقيمش. على ذاك أنا رميت الاختار وقلت راهو هذه الوضع لا يمكن أن يدوم معناها بالشكل هذايا. يعني نحبوا مادين لدينا رئيس الجمهورية ونحبوا الأمور تتحسن، لكن مش بالطريقة هذه، مش بالشكل هذا. راهي الأشياء ماهيش باش تتحسن، وتأكدوا والعمليات اللي عشناها نتاع الحديد، داك شفتوا اليوم
وزاره التجاره رفعت في السوم تاع الحديد 10%، وهذا غير كافي، راهو غير كافي، غير كافي. حتى فما تقول لك زاد ربما البنك المركزي سيتجه للترفيع في الفائده المديريه، ويقول لك البارح تراجع للدينار مقابل العمله غير كافي الأجنبية. يعني هذا الكل شفناه، شفنا اللحوم البيضاء، معناها راهو الاسعار راهو مش بقرارات معناها صاحب الامر العلي، معناها لا الاسعار راهو فيها مسالك واليات، وفما منظومه كامله وتؤدي الى ايش؟ الى الاحتكار والى ارتفاع الاسعار فيما بعد، وهذا اللي عشناه. يعني تحبوا اليوم رئيس الجمهوريه يتحاور معاكم سيد خليلزاده؟ لا يتحاور مع المجتمع. بل ايه يتحاور؟ يتحاور في مجال، شوف مجال السياسي التشريعي تحقيق الدستور القانون الانتخابي. شوف رئيس الجمهوريه ساعه ولا حتى التنفيذي ساعه، اول حاجه رئيس الجمهوريه يلزم يتحاور مع الشعب، يقول له فين يحب يمشي وشنو اللي يحب يوصل له وكيفاش، ويتحاور مع المجتمع السياسي بصفه عامه، لانه المجتمع السياسي ما همش الاحزاب برك، راهم المجتمع المدني، راهم المنظمات، راهم ثم الشخصيات، وانه تبنى العمليه بالشكل هذا، وراهو الاطراف ماهيش ماناش في قطيعه، وانما لحوار تشاركي، ثم من بعد يقع تحكيم الشعب. الشعب مشى في مسار معين مرحبا، مشى في مسار اخر مرحبا. الافضل ان يكون يقع توافق، لكن كان ما ثماش توافق نمشيو مع الاغلبيه، وهذه معناها اللي صاير به. باش ناخذ مثال بسيط يعني. دوغول وقت يحور الدستور الفرنسي سنه 58، الحكومه اللي كان نتاعو اللي عملها كانت المعارضه معاه في الحكومه، الاشتراكيين كانوا في الحكم معاه، جيمولي كان وزير مع دوغول. دوغول حضر دستور اللي جيمولي صوت ضده وعمل حمله ضده. يعني فما عمليه تشاركيه تبنات ثم التصويت والحكم للشعب، نفهموا انه هذه هي الديمقراطيه، هي اساسا التشاركيه ثم موقف الاغلبي. ما ننساوش اللي ميتيران كتب كتاب على دوغول، الاسم الكتاب معناها تعرف شو اسمه الكتاب اللي كتبه على 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 دوغول ميتيران؟ لو كو ديتا بيرمانون، الانقلاب الدائم. يعني معناها، لكن من بعد تحكيم الشعب ادى الى دستور وقبلته الاطراف الكل وماشي فيه فرنسا الى يومنا هذا. يعني راهو الخلافات مجعوله باش تخرج موقف يستديم والمعارضه باقي ايجابيه للبلاد مهما كانت البلاد، لان هي اللي تخلي الناس تقدم وتطور. يعني هذا هو اللي حبيت ناكد عليه. يعني شفنا اليوم معناها تعيين رئيس حكومه امراه، تحب نرجعوا لها سنعود على الحكومه على